يا الله، سلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا. حياكم الله. سمحت شيخ قرار البديري، ها؟ حياك الله اخويا قرار. صلي على محمد وآل محمد. ما سمعت؟ حياك الله يا قرار. لسه برضو؟ الو. لا الو الو بقى، انت سامعني وانا سامعك يا قرار بقى، ما تسيبكم من الحركات دي تعبنا. انا غيرك في صوتي واحاول اكلمك بالعراقي والخنفة الفارسية علشان الو سيدنا. يا قرار عيب يا قرار، وطي وطي يا قرار عيب يا قرار. اسمعك ايش قرار؟ حياك الله. الله يحييك سيدنا، شلونك؟ شلونك يا قرار؟ بشرنا عنك. الله يسلمك، رحم الله والديك. وين اراضيك الان يا قرار؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك. ها انا اكلمك من مصر يا قرار. اهلا وسهلا سيدنا، اهلا بيك، ميت هلا. حياك الله يا قرار. وين الامام يا قرار؟ وين الامام المهدي يا قرار؟ والله ما اعرفه سيدنا. انت اعرف، انت اعرف. والله ما اعرف انا كمان، كله بيقول اعرف اعرف في الحياة، لا انا ولا انت ولا حد يعرف. هو راح وين؟ هو كانوا قالوا ان هو خايف الله من الشرطة كريم العباسي. خايف من الشرط العباسي. يظهر ان شاء الله، يظهر. يظهر امتى؟ ما هو اجداد 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 اللي خلفوك يا قرار كانوا يقولون هيظهر يظهر. اللهم عجل لوليك الحجة، ولم يخرج يا قرار. الله كريم، الله كريم سيدنا. شلونك سيدنا؟ انا ابيض. المهم بس يا قرار، اسمك من لون الان. انا اريد ان اقول لك ما في امام يا قرار، والله ما في امام، وهذه عقيدة خرافية يا قرار والله. اقول لك سيد، حياك الله. انت ايش تشتغل؟ انا ايه بدور على وظيفة ان شاء الله بعد كده نتعرف، ويمكن تجيب لي وظيفة عندكم في العراق. المهم يا قرار الان والله ما في مهدي، ما في مهدي يا قرار، والله ما في مهدي خالص. الله كريم، الله كريم سيد، الله كريم. المهدي يخرج في اخر الزمان، لكن محمد بن الحسن العسكري هذا خرافة يا قرار. المراجع ضحكوا علينا عشان يسرقوا الخمس يا قرار، يملوه في كروشهم. الله كريم سيدنا، الله كريم. انا اكلمك من مصر يا قرار الان. احذر ان احد يقول لك ان في امام، ما في امام يا قرار. الله كريم سيد، الله كريم، الله كريم يا قرار. بس انا مش لا ابغاك انك تنادي وتقول اللهم عجل لوليك الحجة. سيبك من هذا الرجل خالص، هذا الرجل خرافة. المراجع ضحكوا علينا علشان يسرقوا اموالنا ويمتهنوا نساء. عشان تشدري سيد، انت بالضبط شدري من عندي. انا يا قرار خايف عليك من النار يا قرار، والله والله خايف عليك يا قرار البديري من النار. الله كريم، اللهم عجل لوليك الفرج. الله كريم. الامام علي قسيم الجنة والنار يا قرار، صح؟ صح. كذب يا قرار، ضحكوا عليك يا قرار. الله يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يا انت قرار. مشايد؟ انت مشايد؟ حياك الله يا قرار، انا السيد حيدر على الفيس. فش بك يا سيد؟ انت شنو ما تقول لي عليا من انت؟ ما حياك الله يا قرار، انا السيد حيدر، بس انا يعني بكلمك من القران يا قرار. الله قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله قال ولا يشرك في حكمه. انت ما تؤمن باهل البيت؟ ما تؤمن بهم؟ لا اؤمن باهل البيت يا قرار، بس الله قال ولا يشرك في حكمه احدا. فكيف ان الامام ايه؟ صحيح صحيح يا اخي صحيح، ما حد يشرك. الواحد احد ما يصير اثنين، بس احنا اهل بيت لازم نواليهم. نوليهم يعني نقول ان هم الامام الحسين هو اللي هيحاسبنا في قبورنا، صح؟ صح. لا قرار يا قرار، الامام الحسين هيحاسبنا في قبورنا. ده هيتعب يعني. النهارده شوف حاسب كم الف ماتوا النهارده في كل دوله وفي كل محافظه وفي كل قريه او في شارع. الامام الحسين كل شويه يتنقل، هو في الجنه متنعم الان ولا جالس يحاسب هؤلاء يا قرار؟ ضحكوا علينا. انت بتقلد السيد السيستاني؟ بتقلد السيد السيستاني يا قرار؟ فقرار سكر الخط ليه؟ هاتوا هاتوا تاني، هاتوا قرار. قرار انت صياد، انت ايش حصل لك صياد؟ ايه يا قرار؟ ما انتوا عشان واخدين ان الساده دول شيء مقدس، احنا جينا لتحطيم الساده هذه في قلوبكم يا قرار. مش راضي يرد، والله مش راضي يرد. قرار قرار مش راضي يرد. احنا جئنا يا قرار لتحطيم السادة في قلوبكم يا قرار. مش هيرد خلاص، مش هيرد. كما فكر ان سيد
فكرني الشيء اللي قلت له انا السيد فلان، قلت له بتدفع الخمس لمين؟ قال لي سيدنا لسيد السيستاني. قلت له لا السنه الجايه تدفعه. حاضر سيد. وكان هيدفعه لي السنه الجايه. وبعدين بينت له ان ما في خمس بعد ذلك. انا بس اقول لكم يا شيعه جئنا لنحطم صنميه المراجع والساده في قلوبكم. لن نجعلكم تعظمون بشر من هؤلاء الوثنيين اللي بيدعوكم الى الضلال والشرك، اللي هي يوم القيامة تريدون أن تتبرأوا منهم وتطلبون من الله أن يضاعف عليهم العذاب ضعفين في النار. إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد قول الشيطان ليهم. خلاص فاحذر، احذر أيها الشيعي. وإحنا جئنا ليس استفزازا لكم، وليس من أجل أننا نريد لكم الهلاك أو نريد لكم النار. إحنا جئنا لنأخذ بأيديكم من ضلال هؤلاء المراجع والوثنيين. كان معكم قرر البدير، نسأل أن يهدي يا رب وأن يأخذ بيدي إلى التوحيد.